بمدخل بريزينا جنوب ولاية البيض، وفي هذه الخيمة بالسد قرر هذا الشاب بوضع نقطة استقبال لبيع أسماك مياه العذبة للزوار، والتي لاقت تجاوبا من الكثيرين رغم بساطة إمكانيته. متواجد عندنا 7 أنواع من الأسماك هنا، كلها نذوقها للناس هنايا كما تشوفوا الزوار يجونا، يعني الناس اللي يجي هنا لبريزينا منطقة سياحية راهم يجوا يشوفوا هنا السد، وبالإضافة أننا نذوقهم الأسماك. العربي حول هذه المساحة إلى مطعم مفتوح على الطبيعة يقدم من خلاله أنواع السمك الطازج لمرتديه، ويقدم لهم أطباقا متنوعة. نذوقوا لاكارب، كاين لاكارب رويال، لاكارب ميروار، وبرونبوش، نارجنتي، والفرش، والقاردو، والكراسة، هذو قاعد نذوقهم هنا، الناس يجوا يذوقوا أسماك المياه العذبة. زوار هذه الخيمة أبدوا إعجابهم بالمبادرة في انتظار دعم لها من الجهة الوصية. احترنا نجو فايتين منا ولا حاجة، ولا نجو يريح الواحد شوية، يريح نقول هنا واجد، نقول المأكولة الحوت راها استراحة يعني مليحة. ويعد العرب قدوري أحد الشباب الطموح الذي يمتلك أفكارا ولو لبساطتها، إلا أنها أضفت للنهوض بالسياحة في منطقة تمتلك الكثير من المقومات في انتظار تطوير الأفكار على شكل مبادرات.